اهلا بيكم ومرحبا وحلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. بعمل لكم النهارده يا حبايبي حاجه عاديه جدا. هتقولوا يعني ما جبتش التايه؟ ما جبتش التايه طبعا، يعني كلكم عارفين التايه هجيبها انا منين. المهم انتم متوهينها. عدس، واتكلمنا قبل كده في العدس وقلنا بانه بيتسوى ازاي. يعني انا افضل ان العدس يتسوى مع فصين توم وبصله صغننه، يعني افضل ذلك. يعني عايزينه تسووه زي كشري كده عدس بس كده، انتوا حرين، بس انا افضل كده. anyway، والعدس لازم يكون عدس بجبه مصري بلدي مش مستورد ولا من هنا ولا من هنا، اللي هو بيبقى كبير شويه وبيخدش حاجه على النار وكلام من ده. عايز عدسيه بجبه محترمه صغيره. اوكي سوينا فهمنا، هنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه، ولا هنعمل حاجه. هنحط شويه زيت زيتون بس محترمين، وشويه كده على الوش خليهم كده في الاخر. اوكي، واحط عليهم شويه كزبره خضراء محترمين، واصبر على الكلام ده بقى ايه مع بعضه شويه كده، تطلع لي بس ريحه الكزبره الخضراء. اوكي، ولا توم ولا بتاع، تطلع لي بس ريحه الكزبره الخضراء مش اكتر من كده. وطبعا لما هتطلع ريحتها هتكون هي ايه لونها بقى اكثر خضار، بقى داكن، تدبل شويه ولونها يبقى داكن. وما تقدحوش زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون عايزين تستعملوه في سلطه طبعا، في اي حاجه بارده رائع جدا مدهش. عايزين تستعملوه في طبيخ على حاجه سخنه يبقى حاجه من اتنين، يا ترشوه بعد الاكل ما يسخن او يعني بعد ما تعمل الاكل، يا اما تحطوه مع الحاجه في طاسه مش حاميه مش سخنه يعني. اوكي، ومعاه الحاجه على طول بحيث انه ما يتقدحش، درجه حرارته ما تعلاش زياده عن اللزوم. بس اول ما اللون بقى يبقى حلو كده زي ما حضراتكم شايفين، يبقى داكن كده ولونه زاهي كده وحلو ولطيف، خلاص كده انا بقيت فله اللوله. احط بقى ايه، احط بقى العدس والكمون والقصه كلها. يلا بينا يا عدس. وقلنا قبل كده ان العدس بيتصفى من ميته لو كان فيه ميه. العدس مش زي الفول بيتحط بميه. ليه بقى الفرق؟ لان العدس ما بيتهرسش. يعني ممكن فول احطه عليه طحينه مثلا بتاع هرسه، اضربه كده بايزر بالشوكه او اضربه في الخلاط وده. العدس لا، بيتاكل جبه جبه. اوكي، قلب بس كويس عشان ايه يبقى كله مخلوط مع بعضه بالتساوي. بس سهله جدا 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 ولطيفه. واحبكم بتستبدلوا شويه فول بعدس، يعني ايه ما يبقاش اكلكم في السحور كله فول، خلي فيها ايه شويه عدس. العدس طبعا الطف وممكن يتاكل ايه يعني مش من الثلاجه، لكن لو طلعناه بعد الفطار بره كده في المطبخ هناكله على طول من غير ما نسخنه، نو بروبلم. نحط بقى شويه ايه، حطينا ملح، يلا شويه فلفل. نص معلقه على الكميه دي ومعلقه كمون. اوكي، ومعلقتين كزبره ناشفه. اوكي، واعمل ايه بقى؟ واقلب كويس جدا واسخن شويه عشان ايه الحاجات دي كلها ريحتها تطلع معايا. وده بدات فعلا، اول ما قلبت ريحه الكمون طلعت، مستني ريحه الكزبره تطلع لي برضو، تتاخر عليا شويه. ولذلك حطيت واحد كمون اثنين كزبره، لان الكزبون الكمون نفاذ عن الكزبره، زيوت الطياره بتاعته اعلى، فبيبقى ايه يعني ريحته اظهر، مش عايزه يطغى على الكزبره الناشفه والخضره والقصه. انا عايز اسمع كده، اشوف قصدي اشم ريحه الكزبره في المحدوته. سنونه بقى ايه زيت زيتون، قصدي بتاع ده ليمون عصير ليمون، اقلبه واغرف، وبعدين ازود بقى شويه زيتون، ايه شويه زيت زيتون على الوش.
وبس كده. نغرف هنا كده مثلا لطيف 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 لطيف. نشيل الحدوته الجميله دي. اوكي. ايه اللي بعمله ده؟ ليه يعني؟ مش فاهم انا، ايه اللي بتعمله ده؟ علشان لما احط زيت الزيتون على الوش ما يهربش مني. ما ها؟ لو في حته عاليه قوي عن الثانيه وكده وبتاع فزيت الزيتون ايه؟ هيهرب. يروح من العالي للمنخفض. يلا. اوكي لمعنا الوش ولطيف لطيف، وبعدين ناخد بقى شويه بصل كده من بتوع الكشري دول. وقبل ما احطهم هحطهم في هذه المصفى واعمل كده كسرهم شويه. كسرهم شويه، اللي يتكسر يتكسر، اللي ما يتكسرش ما يتكسرش. وبعدين نعمل كده من اللي كده عن جناب. واقول بالهنا والشفا، ونشوفكم ان شاء الله بعد الفاصل. ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. هنعمل بيض عيون بلدي اللي يوكل معاه بقى ايه؟ مشروم، بطاطس مسلوقه بالنوازين متقطعه مكعبات صغيره يعني، وبصل بالنوازين ناعم مش مبشور عشان الميه ما تبقاش دايده، وملح وفلفل كمون وشويه شطه. هنحط زبده وما نبخلش عليها. ويستحسن اعمل القصه دي كلها في حاجه اقدمه فيها زي ما انا عامل كده، هيتقدم فيها. اوكي. وبعدين تسيح الزبده، احط ايه؟ المشروم والبصل والحدوته دي كلها. احط البصل الاول طبعا طبعا طبعا، لان البصل مش هيشرب الدهون دي. لما احط المشروم هيشرب الدهون. لو حطيت المشروم في الاول وشرب الدهون الباقي هيبقى يعني يا اما تزود زيت بقى شويه ولا حاجه مش احلى حاجه. خليني اعمل بس الاول ادبله الاول وما ندحش الزبده عشان ما تسودش الدنيا، بس تسيح. تمام. يلا نحط البصل. ادبل البصل في هذه المرحله، احط لها شويه ملح والفلفل في الاخر خالص بعد ما احط البيض والفلفل والكمون. والكمون هنا مش كتير قوي. اوكي. وشويه الشطه برضو هنا. لا ازود شويه شطه نونه بقى كمان بقى يبقى لطيف يعني. يلا نقلب الكلام. اوكي. دبلت وفيها لسه دبلانه تانيه مع بقيه الحاجه. المهم ان البطاطس تكون مستويه حلو يعني، مش مهريه لكن مستويه يعني، عشان ايه؟ يعني يبقاش عملنا حاجه مش لطيفه وكلام من ده. احط بقى شويه ثوم مفري، معلقة، ونقلب. طول ما انا لسه معايا مادة دهنية او يعني زبدة هنا في هذه الحالة في الطاسة واضحة، يبقى انا ايه؟ ما عنديش مشاكل. مش هسوي بقى البتاع ده ولا هحمره ولا البطاطس مش هحمرها، لا لا، هي بس تاخد ايه؟ الطعم بتاع الحواديت كلها.
وبعدين نحط المشروم ونشوف. بزياده كده يمكن بزياده. انا هنا عاملها عيون. عايزين تعملوها اومليت بمعنى ان انتوا تضربوا البيض وتحطوه على قرص كده على الحدوته دي، اتس اب تو يو، ده حاجه بتاعتكم انتوا ترجع لكم يعني. بس انا افضلها عيون. اكل العيون مختلف يعني، وتسويته مختلفه. وعلشان ابقى صريح معاكم هنعمل كده. هناخد البيض وهناخد ازازه ايه، ميه معدنيه فاضيه تماما، اوكي. وبعدين هاجي هنا واعمل ايه، حدوته كده. وطبعا دي لازم تكون ما بتلزقش شي شي شي، ما بتلزقش شي. وبعدين نعمل كده ونحطها هنا ونعمل كده. اوكي خلاص، دي خلاص. وبعدين شوكه بقى كده ونضرب ده مع شويه ملح نونه، شويه فلفل نونه نونه، ونضرب. ونحط الكلام ده. خلاص خلاص. وبعدين ناخد القصة الجميلة دي كلها على بعضها كده وندخلها الفرن شوية. يعني أول ما أحس إن هو هنا بدأت يعني إيه؟ أوكي أوكي. يعني تمام، يبقى البيض كده، قاعدة البيض اللي أنا حطيته بياضه استوى. أدخل بقى الفرق إيه؟ في الفرن. ناخد سنونة كده. أوبا ليسا يلا بينا نطلع بقى الدنيا دي ونشوف يا حبيبي. هو ده بقى، بصوا بقى اللي هو ايه، اللي هو هو ده. اوكي تعالي بقى ايه يا حبيبي. يا سلام يا سيدي يا سلام. نشرح بقى. هنقدمها كده ونشرح لكم. بصوا بقى هتلاقوا ايه، هتلاقوا الصفار يعني ايه راني شويه. ما هو اهو شايفينه راني ازاي. اوكي وهو بيتاكل بقى، وعشان كده هتتقدم في دي، مش هنقلها في حاجه تانية بارده، هتتقدم في دي عشان هي سخنه وكلها سخن. فوانتوا بتغرفوا او بتاكلوا منها، وان شاء الله يا رب بالف هنا وشفا، اللي هينزل الصفار ده على وسط ساخن، اوكي، فهيبقى احلى حاجه احلى حاجه. وكل بقى الاطراف دي هتلاقوها ايه يعني كده محمره ومستويه لطيفه. حلو قوي. الله انا جوعت. اشوفكم في حلقه جديده ببرنامجكم طبخه ونص. ابقوا معنا.